سيد سعيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. سيدي الكريم، أهلا بك مرة أخرى. كان لديك تدخل معنا منذ قليل، تقفون هذه اللحظة عن العملية، أين وصلت والإمكانيات التي تم توفيرها؟ ضعنا في الصورة سيدي الكريم، تفضل. شكرا. على كل حال متواجدين في هاي المكان، كل الإمكانيات تم تجنيدها وتم تسخيرها، ونحن في هاي المكان نتابع عملية إجلاء السيارات اللي أجليت بنسبة 95%، بقت سيارة أو سيارتين إجلاءها من طريق الوطنية 527. عملية التنظيف تباشرنا فيها، وهناك كل الإمكانيات الضرورية، وجندنا جميع الوسائل التي لابد أن تجند في مثل هذه المناسبات. ونختار هذه الفرصة أنني نترحم على روح الضحيتين اللي غمرتهم المياه، السيدة والسيد. نتمنى الصبر لعائلاتهم إن شاء الله، ونواسي العائلات تاعهم بحول الله، كما أثني على المجهودات التي بذلها مواطنونا في هذه المنطقة بالذات. كانت الهبة الأولى هم المواطنين، بعدها لحقت الإمكانات المادية والبشرية التي سخرت من قبل الولاية. طيب السيد عبد السميع صيدون، نقدر ما تقومون به رفقة المصالح المختصة، والصور تصلنا على المباشر، يعني هي واضحة للعيان، لكن جل المتدخلون وهم من المختصين في البناء والتعمير وميكانيكا التربة والمخاطر الكبرى إلى المختصين في التنبؤات الجوية، أجمعوا على أن الخطأ البشري أو المسؤولية البشرية لها جزء كبير من المسؤولية على ما وقع اليوم. ما هو تعليقك؟ أخي الكريم، اليوم نحن بصدد التكفل بمخلفات الفيضان، وبعد الانتهاء من العملية سوف نقيم، سوف نعرف يعني ما هي الأسباب والمسببات وما هي الحلول. غدا أو بعد غد بحول الله سوف ننكب على هذا المجرى، هذا الواد، ونعرف ما هي الأسباب. أنا لحد الآن الواد كان واد عادي، وديان عادية، المياه كانت مياه فوق العادة، أنا أقول مياه فوق العادة التي غمرت الواد وغمرت الطريق الوطني، لم يتحملها الواد. الأسباب الله يعلم، سوف نرى. الآن نحن بصدد إزالة مخلفات هذا الفيضان والمياه والأتربة، وغدا سوف يكون لنا حديث آخر. أنا أقول بأن اليوم الحمد لله ما فيش خسائر، يعني خسائر بشرية، ضحيتين ترحم عليهم على كل حال، لكن ما عدا هذا الحمد لله كانت الوطأة خفيفة. فلربما هل تقيمونها بوطأة خفيفة سيد عبد السميع سعيد؟ أقول خفيفة لأنه عدم وصفها بالكارثة متواجد كذلك؟ متواجد في عين المكان، وأنا أقدر الأمور جيدا وأقول بأنها خفيفة، لأنه المخلفات بسيطة. ما عدا نرحم على الضحيتين، ما عدا هذا فالأمور الأخرى خفيفة. سيارات على كل حال التي كانت قد تسبب فيها أضرار، الأضرار المادية تعالج، لكن الحمد لله الضحايا ما كانش ضحايا كبار، كانت تكون ضحايا كبار، ولكن الحمد لله. أنا أقول الحمد لله كان يعني فيها أمور خفيفة وكفلنا بالمعالجة. ربما الصور فقط، لأنه نحن نصفها بالكارثية، صور التي وصلتنا كانت في حجم الكارثة ربما. سيدتي أنا متواجد في المكان وأعي جيد ما أقول. هذه شهادتك الحية والخاصة سيد سعيدون. على كل ابقى معنا حتى نتحدث عن الطرقات فقط، وعن الطرق ربما التي سيتم فتحها. متى سيكون هذا الطريق مفتوح تماما؟ يعني بالتقريب سيد عبد السميع، هذه الليلة طريق تقريبا مفتوح الآن، السيارات قد أجليت، نحن بصدد عملية تنظيف الأتربة، يعني لابو الأتربة، وبعض المياه التي بقت خفيفة في الطريق، والطريق يكون مفتوح للمرة بعد سويعات بحول الله. بحول الله، جزيل الشكر لك سيد عبد السميع سعيدون والي ولاية قسنطينة، كنت معنا على المباشر من حمى بوزيان. إذن هذه